الكولكشن اللي انت بتقدميه النهارده وايه اكتر الخامات والالوان اللي انت مركزه عليها؟ والله شوفي احنا انا حاولت اني اواكب الموضه بس اللباس تقليدي جزائري، يعني احنا اصلا العروس الجزائريه بتلبس على طول مخمل زي ما انت شايفاني كده عشان تكون ملكه يوم عرسها، وانا كل تصاميمي مخصصه للعروس الجزائريه. والمره دي حاولت اني العب في خطوط الموضه بس يبقى المبادئ اللباس ما تتغيرش. دخلت في احنا عندنا 48 ولايه، كل ولايه عندها لبس معين، حاولت اني اجيب من كل ولايه لبس، هو ده اللي انا عملته. ايه الالوان اللي انت مركزه عليها؟ ركزت على الوان اللي بتدوم، على الوان اللي بتدوم مش الوان اللي بعدين ما تقدريش تلبسيها، الوان السهره، الوان غامقه فاتحه، فيه من كله يعني.